لك انا اللاعبين، اللاعب اذا ما يلعب مثل هذه المباريات ما يعتبر لاعب صراحه، وبالعكس الحمد لله التركيز كان عالي موجود والثقه موجوده، بس هذه الكوره فوز وخساره. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. المرمى الحمد لله عرض لك انا. مبروك تشيلسي، اتمنى لهم التوفيق في النهائي باذن الله، ان نظهر بصوره مغايره في الفتره القادمه وهذا الاهم. لعبنا مباراه حلوه، ما قصر الشباب، باذن الله اننا قادرين نقدم احسن واحسن باذن الله القادم. دفعته جيد لكن ما صنعته اللاعب كمان. صحيح، حاولنا ندارك اخطاء صارت في المباراه، المدرب حاول بين الشوطين انه يغير اشياء كثير، ما يعني اللاعبين شوي كان في شوي نوع من انواع الستريس شوي مباريات زي هذه انت عارف، بس الحمد لله قلت لك بعد نص الشوط الثاني تغير الوضع 180 درجة ولعبنا كورة حلوة، بس الحمد لله ربي ما كثر. انت قمت بتصديات مميزة، يعني هنالك اثنين من التصديات المهمة جدا في المباراة، هذا اعتقد ان يعطيك حافز للمستقبل كابتن عبد الله. باذن الله الحمد لله توفيق رب العالمين، ان شاء الله باذن الله نقدم شيء افضل في الفترة القادمة باذن الله. شو رسالتك لجمهور الهلال والجماهير هنا في ابو ظبي؟ الله يعطيهم العافية ما قصروا. جماهير عامة، جمهورية خاصة، الله يعطيهم العافية، بيض الله وجيهم، بإذن الله أن نسعدهم بالجاي، وكنا نتمنى أن نفرحهم بالفوز اليوم، لكن الحمد لله على كل حال. ما زالت مباراة ترتيبية؟ إن شاء الله بإذن الله أن نهدي المركز الثالث بإذن الله. شكرا شكرا شكرا. طريقة أدائكم اليوم؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك الجماهير الهلالية، كنا نتمنى صراحة أن نفرحهم بنتيجة يعني أقل من هذه، لكن الحمد لله يعني تلعب ضد بطل أوروبا. كانت مباراة صراحة جميلة، ممكن ما كنا كويسين الشوط الأول، الشوط الثاني حاولنا نعدل وطلعنا بشخصيتنا و يعني كل شاف كان ينقسم الهدف. الحمد لله هذه كرة القدم تفاصيل بسيطة، مثل ما قلت كنا لاعبين على تفاصيل بسيطة في هذه المباراة، ما الله وفقنا الحمد لله، إن شاء الله يعني نقدم أفضل ما عندنا في المباراة الجاية بإذن الله. محمد شاطرني الرأي أن وسط ميدانكم اليوم لعب أكثر من أجل صد هجمات تشيلسي، لكن كرياتيفيتي من أجل خلق اللعب الهجومي ما شفنا كثير. مثل ما قلت في الشوط الأول كنا متحفظين صراحة بزيادة، كنا نلعب على هجمات مسددة، الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا وجتنا فرص كثيرة الصراحة، لكن ما توفقنا، وإن شاء الله نظهر مستوى مطلوب للمباراة الجاية. تعرف أنه من أجمل لقطات المباراة مراوغتك بألونزو في الدقيقة 65 تقريبا، لقطة بتقعد عالقة في أذهان في ذهنك في أذهان كل. الله يعطيك العافية، إن شاء الله صراحة يعني ما نظهر ما يعني ما نبغى هذه اللقطات، كنا نتمنى الفوز لأن هذه اللقطات مثل ما قلت جميلة، لكن طلعنا خالين وفاض وكان طموحنا أعلى، لكن الحمد لله كفيت وفيت. شكرا شكرا محمد. يا very disappointed you know we I think we played good أمل أعتقد بأننا لعبنا بشكل جيد. تشيلسي فريق قوي وفريق جيد، تحصلنا على فرص، ولكن هذه أحوال كرة القدم، الحظ له وضع في هذه المباراة، حصلتم على فرص نادرة. نعم نعم مهم جدا، لأننا لعبنا ضد تشيلسي فريق قوي، عندما لا تستغل الفرص تكون مباراة صعبة. هل تعتقد الآن بأنكم تلعبون على الترتيب الثالث؟ نعم نعم، علينا أن نفوز، علينا أن نرجع إلى بلدنا بلقب. أعتقد بأننا لعبنا بشكل جيد ضد خصم قوي وهو بطل أوروبا، لسوء الحظ بخطأ استقبلنا هدف، لكننا الفريق جيد ونستطيع أن نقارع أفضل فريق في العالم، فريق العالم. في الدفاع الهلال يلعب بشكل جيد، لكن في الهجوم لم تتحصلون على فرص كثيرة. أعتقد بأننا خلقنا فرصتين واضحتين في الهجوم، لكنني انا لا اتفق في هذا، اعتقد ربما لم نكن محظوظين في التسجيل، واعتقد لعبنا مباراه جيده، واعتقد بان هذا شيء جيد، علينا ان نلعب ونمضي قدما. كيف تشعرون؟ اعتقد انا في الحقيقه سعيد بهذا الدعم الجماهوري. رساله لك ولجميع جماهير
الهلال هنا. نحن نشكرهم على دعمهم، نشعر كنا نلعب على أرضنا وخاصة ضد فريق تشيلسي وشجعونا خلال كل ردهات المباراة، لكن لسوء الحظ لم نتأهل للنهائي. شكرا جزيلا. هذا كان حديث كل من كويلار، إيغالو والبريك الذي قدم واحدة من المشاهد الممتعة في هذه المباراة. أمام من؟ أمام ألونسو، يعني ودا ورجع. هذا اللي بنتكلم فيه، أنه اللاعب الهلالي عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة في زملاء اللاعبين. زي ما تكلمنا أمس ودينا الأهلي المصري حقه، ندي الهلال حقه، يستاهل. يعني اليوم نتكلم عن الهلال، الهلال عمي فريق كبير، الجمهور اللي حضر اليوم ما شاء الله كأنهم يلعبون. أيوة، هذا ملعبهم. هذا ملعبهم. أيوة. فاللي بنتكلم نوصله للناس أنه الهلال فريق مشرف، فريق قدم كرة قدم اليوم استمتع فيها كل الجماهير العالمية، فأتمنى لهم التوفيق. بصراحة اليوم أبدعوا كلهم. البريك تحدث عن نقطة، أن الشوط الأول الفريق بالغ في الحالة الدفاعية، هل بالغ فعلا ولا هذا المنطق؟ عليك أن تخرج من الشوط الأول بأقل قدر ممكن من الأضرار. لا، هو كان المنطق، يعني هو ما بلغش بنسبة كبيرة، هو حظه السيء بس ان الكرة ان الكرة خبطت وراحت لوكاكو وحطها هدف، يعني كان ممكن الشوط يخرج 0-0. النقطة دلوقتي اللي بقت مهمة جدا، ان مباراة المركز الثالث والرابع بقى ليها قيمة كبيرة جدا دلوقتي. الاهلي المصري مع الهلال، فدي مباراة هتبقى كبيرة جدا، اول مباراة يلعبوا بعض في التاريخ. كاس العالم للأندية أن يجتمع أفضل فريقين عربيين في مباراة تنافسية مثل هذه، مباراة مهمة. وخلي بالك، أول مرة في التاريخ في بطولة رسمية الأهلي يلعب الهلال. كان في مباراة ودية، في مباراة عربية، إنما في بطولة رسمية وفي كاس العالم للأندية، فأنا أظن أنها بقى ليها بوجود الهلال والأهلي دلوقتي بقى ليها قيمة كبيرة جدا المباراة. نحن بعض الهزائم تصحبها هارد لك، بعض الهزائم تحس أن تحتاج أكثر من هارد لك، ممكن حتى تقول جود لك على الصورة المميزة اللي قدمها الزعيم في هذا الموعد الكبير. ناصر، أول شيء أحب أبارك لزملاء اللاعبين المستوى اللي قدموه، الجمهور اللي حضر اليوم أعتقد استمتع بأداء لاعبين الهلال، استمتع من جد، يعني فريق مشرف للكرة الآسيوية والكرة العربية والخليجية. أقول لهم شكرا من الأعماق، الله ما كتب، لأنه الكرة أخطاء وأجزاء من الثانية أوقات استغلها لوكاكو، لاعب كبير عرف فين يتمركز، عرف فين ممكن تكون الغلطة، فاستغلوها نتج عنها جول. أتوقع أنه الفريق اليوم أحرج تشيلسي، قدموا اللاعبين شكلهم بالصورة الممتازة، ما يعاب على الفريق بعض التغييرات البسيطة اللي ممكن يحتاج المدرب انه يعدل منها.